بيكم مرة تانية مشاهدينا، ورجعنا لكم بنكمل معاكم حلقتنا النهاردة. وصلنا معاكم للفقرة الطبية. النهاردة هنتكلم أو هنتطرق شوية إلى مجال الأنف والأذن والحنجرة. بيقام سنويا مؤتمر طبي، والسنة دي أقيم في محافظة بورسعيد. بيتناول هذا المؤتمر ما هو جديد في مجال الأنف والأذن والحنجرة. ضيف فقرتنا النهاردة دكتور علاء الدين الفقي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة بجامعة الزقازيق. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. صباح الخير. دكتور، طبعا حضرتك رئيس مجلس إدارة جمعية الدلتا للأنف والأذن والحنجرة. عايزين حضرتك تقول لنا أهم التوصيات اللي خرجتوا بيها من المؤتمر هذا العام واللي أقيمة بمحافظة بورسعيد. والحقيقة في المؤتمرات الطبية غير المؤتمرات الاقتصادية أو المؤتمرات الثقافية بتقوم بها توصيات، لكن احنا بالنسبة للمؤتمرات العلمية أو الطبية بتبقى توصياتها هي الابحاث اللي احنا بنقدمها في المؤتمر. يعني المؤتمر عمل ابحاث ايه، فاحنا كلنا بنعرف ايه الجديد فيها ونبدا نطبقها او نبدا ننفذها، كل دوله على حسب امكانياتها. وبيبقى مؤتمر عالمي، فمثلا حد جه من النرويج قال لنا على الوضع في اوروبا النهارده من ناحيه جراحات الراس والرقبه، الاورام السرطانيه اللي موجودة في الحنجرة في المرحلة دي. في ناس كان من إيطاليا كانوا يتكلموا عن الشخير، وإيه الحديث في إيه في الشخير، وإيه جراحات الليزر الجديد في جراحات هو كان الليزر. كان توصلته لإيه وإيه الجديد؟ يعني هو دايما، يعني لو إحنا قلنا يبقى نقول إيه الأبحاث الإيه الحالف إيه، عشان الأبحاث هي دي التوصيات اللي إحنا بنعملها، إن إحنا شفنا البحث الفلاني فبنحاول نطبقه. كان فيها ابحاث مصريه وابحاث من دول اوروبيه كتير. فهو التوصيات هي الابحاث، فلو عايز نقول مثلا التوصيات ايه يبقى نقول لك ايه احسن الابحاث اللي ممكن ايه طريقه التناول للموضوع اختلفت عن مثلا بره عن هنا. احنا بنحضر مؤتمرات هنا وبره على طول، واحنا الحقيقه يعني على مستوى طبي بتاع مصر بصدق لا يقل عن اي دوله أوروبية أو دولة أمريكية على المستوى الطبي وعلى مستوى الإنجازات. بعض الدول بتسبقنا تكنولوجيا بقى، إزاي مثلا يكون عندهم أجهزة أكتر، إحنا بعد شوية بنحصلهم على طول. يعني من الأبحاث اللي كانت مهمة اللي عملها دكتور إيطالي إنه هو استخدام الروبوت اللي هو الإنسان الآلي أو الطبيب الآلي في العملية. في إجراء العملية؟ طبعا دي هي انتشرت في أوروبا تقريبا في العشر سنين اللي فاتت دي. لكن إحنا لسه في مصر ما دخلناش هذا المجال، وهو الحقيقة هو شكله مجال واعد جدا. لأنه بيعمل إيه بقى؟ بيخليك تدخلي مناطق كان صعب قوي إنك تدخليها، زي المناطق اللي هي الزوايا اللي بين المخ والمخيخ دي، بتوصل لنا في أورام صغيرة بتأثر على الأذن عندنا. في حاجات في قاع الجمجمة الروبوت بقى دي الروبوت بيقدر يوصل لها أكتر من الإيد البشرية. يبقى يعني يوصل من غير إحنا نقدر نوصل لها، بس عشان نوصل لها بنعدي على مناطق حيوية كتير جدا في الجسم دي ممكن تتأثر ساعة العملية أو بعد العملية. لكن هو الروبوت أو الطبيب الآلي بقى، يعني آلة بالظبط تدخل بتبقى عاملة زي الأتاري مثلا، على شاشة بتحددي له المكان اللي هيدخل منه واللي هيطلع منه وكمية الورم اللي هتتشال وبالملي أو بالأقل من 1/10 بالملي، بتحدد كل الأمور ديت. وبعدين هو إيه؟ هو يقوم بيها الكمبيوتر. فيعني دي الجراح هو اللي بيوجه بقى طبعا الروبوت. هو ده بتعوز تدريب خاص للجراح على ازاي يتعامل مع الكمبيوتر، لانه خطأه برضه هيبقى خطأ للكمبيوتر طبعا. فهو بيديله يعني خطة عمل بعد كده هو بيقوم بيها من الالف الياء، اللي هو ايه الطبيب الالي او الروبوت يعني. طب تمام، هو في خطوات يا دكتور مثلا تم اتخاذها علشان الحاجات دي تتم، زي تدريب مثلا للجراحين؟ الحقيقة احنا عندنا دايما في المؤتمر بتاعنا اللي هو السنوي مؤتمر دولي بنعمل ايه، بيبقى فيه جزء نظري كل الدكاترة الانف والاذن في مصر كلها بتحضره، وبعد كده في ورشة عمل او وركشوب او جزء عملي، فبيطبق فيه العمليات ديت اللي هي احنا اتكلمنا فيها في المؤتمر. دائما تلاقي 3 ايام نظري وتلاقي يومين عملي للعمليات الجديدة، بتبقى دايما في مستشفيات جامعة الزقازيق، بتبقى يومين بتبقى على فيديو، عدد كبير جدا من الدكاترة بيحضرها وبيناقش دايما في دايرة مغلقة
الجراحين اللي هم بيشتغلوا، ودايما في فريق عمل بيبقى مصري اوروبي كل سنه، ونعمل الحاجات الجديده اللي احنا نقدر السنه اللي بعدها تلاقينا احنا عملناها لوحدنا لو ما كناش بدانا بيها ان شاء الله. طب دكتور، خلال المؤتمر مثلا حضرتك تكلمنا عن ورش العمل اللي تمت خلال المؤتمر، وايضا العمليات اللي اجريت اثناءه. هو عاده عندنا الانف واذن طبعا ايه يعني هو فرع واسع جدا، يعني دايما الناس زمان في ذهنها انف واذن يعني اللوز يعني. طبعا الانف واذن من الفروع الضخمه جدا. احنا عندنا عمليات تجميل للانف والاذن والحنجره، عندنا عمليات جراحة الرأس والرقبة اللي هي جميع جراحات الغدد وجميع جراحات الحنجرة والمريء والقصبة الهوائية. عندنا جراحات الأنف والمناظير الأنفية والجيوب الأنفية، عندنا جراحات قاع الجمجمة، دي كلها فروع جوه الأنف وأذن نفسها. عندنا بعد كده اللي هي جراحات الأذن الميكروسكوبية، عندنا السمع والاتزان، عندنا يعني البرانش دي كلها او الفروع دي فروع كلها كتيره، كلها فروع كتيره جدا. فعاده بيبقى بنختار احنا بقى الجديد في اي حاجه فيهم ما يخص العمليات ونبدا نعمل ايه في عمليات. يعني السنه دي كنا مركزين قوي على عمليات الشخير، لانه من الحاجات المؤذيه جدا، يعني كلمه شخير كده في ذهن الناس يعني واحد بيشخر وخلاص صوته عالي، لكن هي بتبقى مؤثره جدا وبدايه لمشاكل بتوصل في الاخر لهبوط حاد في القلب. يعني على المدى البعيد بقى. كلمه شخير احنا كنا عاملين جلسه خاصه فيها 10 ابحاث للشخير بس. فدي مثلا عملياتها كل يوم بتتقدم. كنا مثلا في العمليات الشهيره ان احنا بنشيل جزء من سقف الحلق مع اللواه مع اللوستين عشان نوسع الحلق. دلوقتي بقت في عمليات ابسط بكتير جدا وبتتعمل بنج موضعي والعيان صاحي، وبدل ما كانت تاخد لها ساعه ساعه ونص تاخد لها حوالي ربع ساعه باستخدام الليزر. تمام، احنا هنرجع للموضوع ده تاني يا دكتور، لانه فعلا في ناس كتير بتتجاهله، ما مش عارفه مدى خطورته ايه. بس معانا مداخله تليفونيه من استاذ اشرف من الاسماعيليه. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازاي حضرتك الدكتور؟ مع حضرتك، اتفضل اسال. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. بقول لحضرتك يا دكتور، والله انا بحكم احيانا كده دماغي كده مش عارف احس فيها الثقل في بعض الاحيان معلش ممكن حضرتك استاذ اشرف بس تعيد تاني لان الصوت مش واضح. بقول لحضرتك يا دكتور، انا احيانا بحس بعدم اتزان كده كده يعني، واحيانا كده لما اجي مثلا كان بعدم اتزان، عدم بيحس بعدم اتزان يعني عدم اتزان كده يعني، واخد بال حضرتك؟ تمام. وبعدين يعني الموضوع ده رحت كتبت سؤال في اذن وحضرت وعملت اشعه على دماغي برضه ما فيش اي حاجه، بس برضه بيجي على مسارات متقطعه من الاخر يعني، فمش عارف هل موبايل اللوك داخل في الموضوع ده ولا دي مشكله في الاذن مش قادره حضرتك، ومع ذلك بس هي بتيجي على فترات متقطعه يعني بتستمر لمده طويله، ممكن تيجي يوم يومين وبعد كده تريح الحمد لله وبعد كده ترجع، فمش عارف تروح فين. هو الحقيقه يعني كلمه عدم اتزان كلمه كويسه، لانها الدوخه بتبقى عاده من الاذن الداخليه عندنا. تمام. بعدين في حاجه مشابهه للدوخه اللي هو عدم الاتزان، ديت بتبقى مسؤوله عنها مشاكل في العين او في العضلات. فاحنا عندنا ثلاث اماكن ممكن يخليك تدوخ: الاذن الداخليه واي مشاكل في العين او اي مشاكل في العضلات. هو بيقول عمل اشعه وعمل فحوصات بس ما لقاش حاجه. احنا عاده بنعمل ايه؟ بندور اولا الدوخه سببها الف سبب. ممكن يكون شويه شد عصبي بصوت خالص، لحد اوحش حاجه مثلا واحد عنده ورم في المخ. وبينهم بقى وبين بعض درجات مختلفه جدا جدا من الاسباب. فاول حاجه بنعملها هو ان احنا عايزين نعرف سبب الدوخه ايه. الفحص بتاع الدوخه تقريبا 80% منه بالتاريخ المرضي بس. نقعد معاه نفهم منه يعني بيتعب امتى وبيتعب ازاي وايه اللي بيزوده وايه اللي بنقصه، والحركه بتخلي الدوخه تزيد ولا لا، الاكل بيخلي الدوخه تزيد ولا لا. الاجهاد يا دكتور مثلا؟ الاجهاد لوحده ما يدوخش. الاجهاد او قله النوم؟ لا، ما انا هعرف حضرتك قله النوم والاجهاد بتبين الدوخه، بيبقى الدوخه موجوده. وبعدين واحد لو حصل له ارهاق
تبان الدخن، لكن مش هي بس السبب. مش هي السبب لا مش هي السبب، في حاجات كتير جدا تبين الدخن، زي الشد العصبي، زي السهر، زي الارهاق، زي حتى نزله البرد، تبين ان الاذن الداخليه او العضلات بتبقى اصلا تعبانه، فيبدا يبان ايه الدوخه كنتيجه للارهاق، لكن الارهاق نفسه ما بيسببش الدوخه. عشان كده انا بقول بس الاستاذ اللي سال مش ببساطه ابدا ان احنا نقول له ايه انت عندك ايه في المداخله. يعني لازم الدوخه بتتشاف كويس، وحتى في الانف واذن والحنجره في دكاتره بيبقوا دي حتتهم، عارفين جزء اللي بتاع الانف واذن اللي يخص الدوخه. الحاله ديت بيعرف ايه الاسباب بتاعتها، ولو عارف السبب تلاقي العلاج بسيط جدا. لكن برضو لازم اقول له حاجه عشان يمكن تفيده، ان معظم حالات الدوخه تبدا بمرض، يعني واحد حصل له مثلا خلل في الاذن الداخليه مثلا نتيجه مشكله في دفع الدم، الراجل ده بيطيب 100% واحنا بقى متاكدين ان هو بقى كويس، لكن يفضل يحس بالدوخه نتيجه على فترات متقطعه بيشعر بيه نتيجه رعبه من اللي حصل له المره اللي دخل فيها، يعني الجزء النفسي عالي جدا. الابحاث دلوقتي بتؤكد ان الواحد يجي له سبب للدوخه ويدوخ، وبعدين 80% منهم بيطيبوا الحاله النفسيه، ويفضلوا اول ما يتشد عصبيا يدوخ، ولو عملنا له فحوصات مش هتطلع فيه سبب للدوخه. تمام. طيب احنا معانا تليفون من محافظه السويس، مدام سهير، الاستاذه سهير. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتكلم دكتور لو سمحتي؟ اتفضلي دكتور، مع حضرتك. سالي دكتور، انا كنت بعاني من برضو من بعض الالم في وداني، واتقال لي الاذن الوسطى، وقال لي حاجه بتسبب لي دوار او دوخه. المهم طلب مني انا اعمل مقياس سمع، عملت مقياس السمع، والدكتور قال مقياس سمع كويس جدا مش اي حاجه، لكن انا ما زلت لحد دلوقتي وعلى فترات متباعده مش قريبه بحس بوش جامد قوي قوي في وداني، خصوصا وداني يعني الشمال اكتر من اليمين، فمش عارفه ايه السبب، ايه مع اني مقياس السمع عندي كويس وما عنديش اي مشكله، فارجو حد تفيدني يعني. تمام. هو حضرتك في بس خطا شائع في مصر بالذات، ان يقول لي انا عندي مشكله بدوخ عشان عندي مشكله في الاذن الوسطى. هي الداخليه، هي الاذن الداخليه. الاذن الوسطى ليس لها اي علاقه بالدوخ على الاطلاق، لان جهاز التوازن موجود في الاذن الداخليه. بالنسبه لحضرتك، هو وجود وش مع دوخه ممكن يكون حتى لو رسم السمع سليم، ممكن يكون بدايه مرض هيظهر في رسم السمع بعدين. ده عادة لو حصل دوخة وحصل وش، بعد شوية تلاقي بعد 6 شهور تقريبا لسنة تبدأ الودن اللي بتوش بيقل فيها السمع، ونسبة عالية جدا منها بتبقى مرض اسمه مرض منيير. منيير ده يعني دكتور فرنساوي بقاله حوالي 200 سنة، وتسمى المرض ده باسمه. فعادة لو وش مع دوخة ولقينا بداية ضعف السمع، او حتى ممكن الدكتور العادي اللي هو دكتور الانف واذن الصغير يبص في الرسم السمع يقول كل حاجه تمام، تبقى في مؤشرات للدكتور اللي هو عنده فكره عن الدوخه كويس، ان هو يعرف ان دي داخله على مرض منيير. فعشان كده بيبقى لها شويه فحوصات زياده على رسم السمع بتاكد ان هو ايه الوش مع الدوخه، مع بدايه ضعف بسيط في الايه الترددات السفليه بتاعه رسم السمع، يبقى غالبا بيبقى مرض منيير. وفي الحالة دي لما ياخد علاج بدري بتطيب وتبقى ايه كويسة جدا. اذا استبعدنا بقى ان هو مش مرض منيير، برضو بنعمل نفس الموضوع، بنعمل لها فحوصات عشان نحدد ليه هي بتدوخ، ليه هي بتوش. واذا لقيناش اي فحوصات غير مقياس السمع بقى، حاجات تانية في فحوصات، لان هي عملت مقياس سمع. لا في فحوصات، في رسم سمع عبر الكمبيوتر، وفي فحوصات معملية عشان تأكد لنا ان ايه ان هي ممكن تكون من غير اي سبب خالص. تمام. لو ما لقيناش اسباب بالاشعه وبالرنين المغناطيسي وبالفحوصات المعمليه دي احنا بنسميها وش غير معلوم السبب، وله علاج وبيجيب نتيجه كويسه برضه. طيب. بس ما نقدرش نديه كده واحنا يكون في سبب خطير. لابد نستبعد الاول ان ما كانش ليه سبب بيبقى ليه علاج معين. يعني كل سبب له علاج. طب ده مؤكد ملوش سبب يبقى له علاج برضه، ليه علاج وبيجيب نتيجه كويسه. طيب معانا مدام منى من اسماعيليه. الو مدام منى، معانا
ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور مع حضرتك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، كنت عايز اسال بس، انا عندي حساسيه جيوب انفيه من فتره، بقالها كام سنه يعني، وبرضه بتابع وباخد العلاج وبروح اكشف كتير، بس برضه الصداع على طول في الحواجب وفي عينيا، ومأثر لي على عينيا جامد، يعني عينيا بيجي لها ايام بتبقى عامله زي كاني حاجه ورمه مش قادره المسها، حتى الرمشه بتوجعني على طول، صداع صداع، وباخد الدكتور مثلا يكتب لي برشام يكتب لي بشاخه، برضه بتابع في العلاج بس على طول، ممكن ما يكونش عندي زكام ولا عندي اي حاجه او طبيعيه، بس الصداع على طول في الحواجب ومأثر على عينيا، رحت برضه كشفت على عينيا وكشفت فحص قاع عين وكل حاجه، وكشفت عملت اشعه مقطعيه الصداع برضه، الصداع موجود. سمعني سمعني يا سمعني. ايوه عملت اشعه مقطعيه على الجيوب الانفيه؟ لا ما عملتش اشعه. هو ده الكلام. بص يا مدام، الصداع مش من اعراض الحساسيه. طيب خلاص حضرتك، حضرتك كلمه جيوب انفيه دي دلوقتي سنه 2012 تساوي عندنا عملت اشعه مقطعيه ولقيتي فيها جيوب انفيه ولا لا؟ احنا لسه يعني عاده تيجي العيانه عندنا في العياده. انا باخد علاج جيوب انفيه بقالي 10 سنين. طب انت عملت اشعه مقطعيه؟ لا، ده انا رحت للدكتور فلان وفلان وفلان. طب روحي اعملي اشعه مقطعيه وتيجي نلاقي ايه بقى يا مدام؟ لا عندها جيوب انفيه ولا عمرها جالها جيوب انفيه. واخد بالك؟ لان لو جالها بيبان في الاشعه برضو، يعني هي بتاخد علاج الجيوب الانفيه وهي ما عندهاش، وهي ما عندهاش جيوب الانفيه. ودي ودي الدكتور حضرتك اللي قال لي وما كتبليش الدكتور، الدكتور غلطان، الدكتور غلطان. ما فيش عندنا كلمه جيوب انفيه من غير أشعة مقطعية، لأن الاحتمالات بس بالكشف كده تكاد تكون معدومة، بالذات في التهابات المزمنة للجيوب الأنفية. فحضرتك دلوقتي أول حاجة هتعمليها أشعة مقطعية، وهتلاقي الحلول سهلة جدا، ممكن أبسط علاج يريحك لما نعرف فعلا جيوبك الأنفية تعبانة ولا لأ. هل هي نتيجة حساسية؟ هل هي نتيجة ميكروب؟ هل هي نتيجة الاثنين؟ التلات حاجات دول لازم نعرفهم بالأشعة المقطعية، هل هي حساسية؟ هل هي ميكروب؟ أو هل هي الاثنين؟ تلاقي الحل عندك بسيط جدا. وبالمناسبة برضو معظم حالات الصداع اللي بتيجي للستات بالذات مش بتبقى جيوب أنفية أصلا، بتبقى أذن ولا؟ تبقى يعني الشد العصبي، أو ما بنسميه إحنا الصداع العصبي. احنا تيجي تيجي برضو انا عندي جيوب انفيه وعندي صداع، صداع الجيوب الانفيه له شكل محدد الدكتور بيعرفه، بس برضو افضل بروح اعمل اشعه مقطعيه. تطلع الجيوب الانفيه سليمه، وهتلاقي عندك اسباب اخرى منها ايه الشد العصبي او الصداع العصبي، وهو الحقيقه كان نسبته حوالي 20% كده من 30 سنه. دلوقتي بقى يزيد عن 70% نتيجه الارهاق ونتيجه الطموحات ونتيجه الاحباطات اللي بتبقى موجوده فين في الشعب بشكل عام، وفي المراه طبعا لانها حساسه بيبقى يزيد عليها او نسبه الصداع العصبي دي. فلازم اشعه مقطعيه وبعدين نبدا الكلام وتعرف الاول. طيب بالنسبه دكتور مثلا لو هي تاكدت من خلال الاشعه المقطعيه ان هي عندها جيوب انفيه، في الحل، في الحل في الحاله دي بقى بيبقى جراحه مثلا، ولا بتكتفي بالادويه، ولا على حسب تطور الحاله بالظبط؟ هو في التهابات جيوب الانفيه العلاج هو الاساس، ودي نسبة كبيرة جدا. مش معنى ان اعمل اشعة مقطعية ان انا هعمل عملية. بالعكس، يعني عادة 80% من الحالات بتبقى علاج. وعلى الاقل مش 80%، على الاقل من 80% دول ممكن 50% بيبقى ما عندوش جيوب انفية اصلا. طب في الحالة دي بقى بيبقى يعمل ايه بقى؟ بيبقى بقى مندور نقول له نروح اكشف عيون لو هو كان صداع. شوف السبب. لو هو مش اكتر من شوية حساسية بساط قرص واحد بيخليه كويس. لو هو صداع عصبي هنقول له انت مشكلتك عصبيه، ونقعد نكلمه او نكلمها كلمتين بساط، اول ما بيعرف ان هو سليم وان هو ما عندوش مشاكل الصداع بروح. فهو عاده يعني ما فيش نعمل اشعه مقطعيه، جزء كبير ما يبقاش عنده جيوب انفيه. تمام. الجزء الثاني علاج. الجزء الثالث 99% منه بالمنظار، ما عادش اصلا جراحه للجيوب الانفيه تقريبا. الا 1% من الحالات اللي هي مش ممكن تعمل بالمنظار. تمام. لكن المنظار بيخلص كل الامور، يعني تقريبا عمليه اكبر عمليه بتاخد حوالي ساعه. واكبر عيان بيروح بعد ساعتين بيته. فاحنا حتى كان زمان يقعد في المستشفى 10 ايام وكده، دلوقتي عمليه جيوب انفيه بالمنظار اخرها من ساعه ما يخش المستشفى او لحد ما يروح 4 ساعات. تمام.
طيب برضو هنكمل الموضوع ده، بس معانا الحاجة محمد من اسماعيليه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اسأل الدكتور لو سمحت. اتفضلي الدكتور مع حضرتك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. والله يا دكتور انا عندي شكوى في ودني الوش اللي زايد ده. ايه؟ وش. معلش قولي تاني كده. في وش في وداني. وش وش جامد يعني في وداني. تمام يا مدام. عندي وش جامد في وداني، يعني رحت لدكاترة كتير، في دكاترة تقول لي اتعودي على كده، فأنا تعبانة جدا يعني. في ودن واحدة ولا الودنين؟ لا هي ودن واحدة. بقالها 20 سنة مثلا؟ يعني أقل من 20، ممكن كانت جت قبل كده وراحت من العلاج وبعد كده جتني بقى، يعني ليها بتاع 5 6 سنين كده. تمام. هو أول سؤال سألتهولك يبقى لها 20 سنة ليه؟ لأنك إحنا اطمنا إنك أنت ما عندكيش مشكلة. ما هي من زمان يعني. يعني إحنا عندنا الوش ده ممكن يكون بداية لمرض خطير. وبعدين ممكن يكون ما فيش أي خطر عليك خالص، بس الأذى كله اللي هو إنك أنت مش عارفة تعيشي كويس عشان الوش اللي في ودانك. خالص يا دكتور خالص والله. هو دلوقتي زايد، حتى امبارح ماسكه التليفون وبتكلم تعبت جدا، والمنطقه النص بتاع دماغي ده تعبني برضو منه. هو انا معاك الحقيقه، الوش من الحاجات المزعجه جدا، يعني بس صعب قوي، بصوت عالي واصوات غريبه. بس هو زي ما مزعج لكي، هو مزعج للدكاتره اللي هيعالجوكي برضو، لانه مش ببساطه خالص. يعني احنا لما بنكشف عليكي في سببين ثلاثه بنشوفهم واحنا قاعدين، هم ولا لا ما كانش بتعوزي فحوصات تقيله. في دكتور كان قال لي اعملي اشعه مقطعيه على الرقبه، وقال لي ده في غضروف ضاغط على الودن، مش عارفه صح ولا لا. بس لا بصي حضرتك، ايه الوش ده ممكن يكون من الودن نفسها. وممكن من الرقبه، وممكن من فقرات الرقبه، يعني عندنا حاجات كتير جدا جدا بتعمل الوش. فبغايه الصعوبه انك انت حد يقول انا عندي وش، طب خد له ايه؟ ده طبعا مش وارد خالص. هو الوش يعني تقريبا 90% من اسبابه بتعوز رميم مغناطيسي، تعوز اشعه مقطعيه، تعوز الدهنيات والكوليسترول علشان خاطر لو زياده يخلوا دفع الدم في ودن اكتر من الثانيه، ممكن يعملوا ترسبات في اللي هو ساعات احس فيها كده، دفع الدم لودنك يخليها تختل. بعد كده في حاجات اسمها تكلس عظمه الركاب، بعد كده في اسباب كتير جدا. الكوليسترول عندك عالي حاجه؟ ما اعرفش والله، ما حللتش ولا حتى قال لي اعمل ايه. ما بيعملوش اصل، هو المشكله ان يعني هي بتروح مثلا لدكتور وش، طب يديها موسعات للشرايين او حاجه تدفع الدم لدماغها، تلاقي في كام دواء كده معروفين وايه، ولا لها تعليلي بعد شهر وخدي دواء وخدي دواء. معظم الناس او بعد كده خلاص، هي اول مره وخلاص. معظم الناس ما بتعملش. عارف ايه اللي يريحني يا دكتور؟ لو خدت منوم ولا مهدئ، رحت مره المخ واعصاب الدني مهدئ اهو يهدى شويه بس. طب انا هفضل اخد منه على طول يعني؟ بص يا مدام، احنا مشكلتنا في مصر ان الدكتور بيبقى خايف على عيان ان هو ما يكونش معاه فلوس، فما بيعملوش الفحوصات المطلوبه. بس انا دايما بقول للعيان بتاعي ارخص حاجه تعملها في حياتك هي الفحوصات. ليه بقى؟ لانك انت بتدفع فلوس مثلا الاشعه او للرنين المغناطيسي او التحليل، بيخلي يعني التشخيص التشخيص يبان. أيوة. وبدل ما هتاخد دواء 5 6 10 سنين او انت يعني هتاخد دواء بسيط ويجيب لك نتيجه. هو ده الصح يا دكتور والله، هي دي الحقيقه. فعشان كده يعني عيان دلوقتي بيتعالج من غير ما يستخدم الاجهزه بتاعه سنه 2012، ده معناه ان هو بيتعالج من 100 سنة. ايوه ايوه، ما خدش اي نوع من التكنولوجيا ولا اي نوع من الاضافات العلميه الجديده. تمام، شكرا ليك يا حاجة محمد، ألف سلامة عليك. شاكرين جدا يا دكتور. دكتور في عجالة كده، معلش عشان الوقت خلاص قرب ينتهي، يعني عايزة من حضرتك نصيحة. لما يحصل حاجة زي كده، وخصوصا يمكن كل معظم الشكاوى عن الودان ووش في الودان، التعامل مع الأذن ده بيأثر كتير في مثلا في الوقاية من الإصابة بأي مشكلة فيها؟ لا، هو اصلا ممكن واحد عنده وش عشان عنده شويه شمع في ودانه بيطلعوا في دقيقه ويقول الحمد لله على السلامه. يعني المشكله ايه؟ ان زي العيان ما يعني بلاش الشطاره المصريه بتاعت مثلا الستات، او الراجل تلاقيه مش عارف حط قطره ايه لوحده او عمل ايه لوحده. يعني عارف، عايز اعرف حضرتك ان التشخيص المبكر الصح لاي حاجه بيعتبر يعني ما عندناش دلوقتي مرض خطير. ما عندناش مرض خطير، لكن برضو معلش ابعد بعيد شويه عن الوقت. واحد صوته مبحوح، الكلام ده حصل معايا، يعني انا يعني حصل الاسبوع ده، يعني
واحد صوته يقول لك برد، لا شويه برد، هو ياخد دواء من الصيدليه بتاع شهر، وبعدين الصيدلي برضو يبيع له كام دواء كده من على الصيدليه وهو ماشي كده شهر كمان، وبعدين يروح لدكتور صغير تلاقيه عالجه مضادات حيويه شهر ونص، وبعدين عم يجي لي تلاقي لازم تشيل له الحنجره. ده الكلام ده حصل الاسبوع ده، يعني الكلام ده حصل الاسبوع ده، يعني واحد بقى له 4 شهور عمال يلف بصوته، وخد ادويه ما لهاش اي لازمه ولا اي معنى خالص، والراجل كان محتاج منظر يتعرف بدري يتشال بالليزر ويروح بعد 4-5 ساعات بيتهم، ولا اكن جاله ورم خبيث. وضع حضرتك يفضل 4-5 شهور تلاقي انتشر المرض، وممكن نشيله الحنجره، وممكن كمان ما نعرفش نشيله الحنجره لانه انتشر. يعني سبب البحه دي كان وجود ورم في الحنجره. الكلام ده بقول لحضرتك الاسبوع ده، يعني يعني الواحد بيبقى حزين جدا. طب الراجل ده لما يجي بدري بتبقى عمليات بسيطه جدا، ما عادش بيوصل للمستوى ده من ان احنا مثلا نشيل الحنجره، احنا بنشيلها كتير جدا في مصر. بره ما عادش بتتشال. ليه؟ لان دايما التشخيص بدري، فحته ورم بيبقى قد راس الدبوس خلاص بيتشال، والعيان بيروح بيتهم مثلا بعد 4-5 ساعات. ده الكلام اللي انا بقوله لكل الناس بقى، بدل هي بيسالوا ما نستخسرش ان احنا نكشف عن دكتور كويس، وما نستخسرش ان احنا نعمل فحوصات كويس. ده اللي هيخلينا عايشين في المستوى الطبي بتاع العصر ده. ونقول للدكاتره برضو بلاش شطاره، يعني انت كويس وفاهم وشاطر ومتشكرين لك قوي قوي، بس استخدم التكنولوجيا واستخدم الابحاث واستخدم المعمل علشان خاطر ده هيفيد العيان جدا جدا، وما تخافش على فلوس العيان، انت بتوفر له كل ما بتشخصه بدري. صحيح. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. الحقيقه كان في حاجات كتيره وكتير من النقاط عايزين نتكلم فيها مع حضرتك، بس للاسف الوقت انتهى. عساك ان شاء الله تشرفنا مره تانية باذن الله. نشكر الاستاذ الدكتور علاء الدين الفقي، استاذ الانف والاذن والحنجره وجراحه الراس والرقبه بجامعه الزقازيق. وبكده مشاهدينا تكون خلصت الفقرة الطبية، ودلوقتي هنطلع معاكم مع تقرير من محافظة الإسماعيلية لمتابعة سير العملية الانتخابية وانتخابات مجلس شورى الثورة، ونرجع لكم تاني.